مكرم اللقام تعليقك على اللي جاء على لسان رئيس فرع كرة القدم بشبيبة القيروان بعد مهزلة البارحة. هذا راهو مسؤول في الجمعية، وجمعية معنية بالمشكلة هذه. حاب نرجع سي نبيل اللي حكيته كله عموميات صحيح، قل لي لازم حل، الحل فيتنا تو. اليوم عندك زوج جمعيات مرتين. اليوم كنت نسمع في وكيل الشركة يقول لك عندي بالاسامي وبنوامر بطاقة تعريف اللي لعبوا الكل على الماتش هذا. واللي كان نيابة العمومية عيط لي مستعد نعطيها المعلومات. السيد يقول لك للصباح ما ثم حتى فرنكة على الماتش هذا، بعتالي تحطوا عليه 7 ملايين، 7 ملايين يجيبوا 105 ملايين. معناها معروفين الجماعة يلعبوا الماتش هذا. كان باش نقعدوا نحن، علاش تحركت الجامعة وتحركوا ماشي بعد شبه الناس كل. أنا نحكيو في موضوع عام، لا سيدي، موضوع خاص، في مقابلة خاصة، في مقابلة هذية، ثم تلاعب بين زوج جمعيات، والقانون واضح وصريح، أي تلاعب في المقابلات ينزلوا زوج فرق القسم الشرفي، بالقانون، مش بقانوني أنا، بقانون الدولة كان ثم دولة. أما اليوم أنا شاكك ثم دولة، علاش؟ خاطر يتحكموا في الدولة وهما مورطين في تدهور الدولة. ما ثماش شكون يقفل تونس. كما قالوا نقفل تونس، ما ثم حد يقفل تونس، كلهم واقفين رواحهم، والكل قاعدين يتمعشوا من الرياضه ومن الالعاب هذه. اليوم قدامك زوج فرق، ثم شبهه، ما نقولش حاجه اخرى، شبهه، والوكيل يقول لك عندي بالاسامي، بنوامر بطاقه تعريف، كدوله تاخذ القرار بتاعك، تحل تحقيق، مش تحقيق بتاع الجامعه. اللي حلته لنا ماتش جابس وجابس. واللي حلته ماتش سيابي وقروات، واللي حلته ماتش متلوي عناول وبالقردان، مش هذاك تحقيق جدي نتاع ناس تحب البلاد وتحب تصلح، مش تحقيق ماك الجماعه كلها حل تحقيق مش نحن ننساهم يسكروه ويمشيوا للي بعده للمرحله اللي بعده. اليوم الدوله هذوما مسؤولين امام فرصه تاريخيه للقضاء على التمعش الرياضي والقضاء على الفساد الرياضي. اما شكون مش يحل؟ سلطة الإشراف، سلطة الإشراف للأسف متواطئة مع الجامعة، الجامعة هي مش الحل، هي المشكل ولات في تونس. اليوم الجامعة قاعدة تتعامل بمكيالين كمش بثلاثة وأربعة وخمسة. الجمعية هذيا نغمض عليها عينيها، نغمض عيني عليها، الجمعية هذيا رد بالك تعمل حاجة أنا مسقتك. وهذا اش قاعدين نراو؟ اليوم صاحبي مش أني ولا أنت ولا نبيل ولا الأستاذ ماشي حل المشكل. اليوم يا نشعر نحن عندنا دولة وتنجم تحافظ على ما تأسس في 60 سنة من الدولة، يا خلي سيبوا الماء على البطيخ، خلي يجيوا عباد أخرين يعملوا اللي يحبوا هما، واللي يلعب وحده، واللي يدخل فلوس، مكرم. واللي يبيض فلوس. قلت حاجة ما قنعتنيش بها، قلت يلزم إسقاط زوج جمعيات تاع البارح. مانيش اللي قلت. شكون قال؟ قانون. انت توقف. قانون. القانون يقول. القانون يقول. لكن فما اثبات على فما تلاعب في مباراة الشبيب وبالقدام. يعني قلت لك السيد وكيل الشركة بكي نسمع فيه في احد الاذاعات الخاصة يتكلم وحتى اسمه موجود ويقول لك عندي بالاسماء بنوامر بطاقة تعريف الناس لعبوا، خاطر يلعب يعمل كونت بنوامر بطاقة تعريف بتاعه. واضحين؟ هذه حاجة. ثاني حاجة يقول لك قبل بثلاث ايام دوروا ما ثماش على 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 الماتش هذا، صباح الماتش حطوا عليه 7000 دينار يوليو 105 ملايين. 35 ضرب 35 الماتش. لا ده قال ضرب 16. ضرب 16. كل وحده لعبتها هي. كل شركه نحكي لك على الشركه. وصل ضرب 16 معناها جامي في. نحكي لك احنا هذيك شركه. هذه شركه من الشركات، شركه اللي الغات الماتش هذا. اليوم يقول لك عندي معلومات، هي فاش استنت؟ تستنى في الجامعة مش حل التحقيق؟ أنا جامعة ولا تحقيق؟ وقداش حلت من تحقيقي؟ والمعاملة بالمثل ويني في الجامعة التونسية كرة القدم؟ اليوم خاطر محمدية وبن عروس وجماعة صغار علق النتيجة، أما هذه لا، خاطر الماتش هذا ينجم يهزك الكاف. فهمت؟ ونجم يمنع جمعية أخرى من السقوط. مكرم الجمعيات الزوز هذوما ما همش خير من المحمدية ورادس. كلهم جمعيات ينضويو تحت الجامعة التونسية لكرة القدم. قل السيد الرئيس انا ان شاء الله تكلف المياء، انت جمدت نتيجة المباراة هذيك، جمد مباراة من قردان وخلي التحقيق يكشف الحقيقة.